ما بعرف يا محمود. ما نجح. الساعة 6 جاء الجيش وأبصره بضرب الجيش والجيش بضرب وين واللي بضرب الثاني بإطلاق النار، صار اشتباك بينه وبين الجيش. لما خلص الرصاص سلم حاله وقالوا اطلعوا برا، طلعنا برا كلياتنا. واحد من الأولاد صوبوه بشيء بذراعه بيده اليمين، وانا بدا بكم معصبين ومغمغمين وبلشوا في بوكسات. بدك تعرف، بدك تقول لنا انو اللي بك معك، انو اللي بك معك، هم كل ما حدا معي، انو اللي ضرب الدار، ما حدا بيضرب، بكون بهي بكل اللي بهد الدار اللي كنت له روح هدا على اللي بس ما فيش في حدا، مش راح تلاقي حدا، ما فيش حدا، هذا احنا انا واخته ومرت اخوه واولادته اولاد اخوه. صلينا الفجر وبامان الله منا ما فيش اشي، ما عندنا مش خايفين. كام طخ يقوم صياح طخ جعير بحياتي اللي شفتها، ما شفتش عهلها همجية هاي. الله حد بعين، الله حد بعين. سلم حالك علاء، سلم حالك، سلم حالك. متنا متنا انا مش خايفين على حالنا، خايفين على علاء. يعني بتمنى لو ما تشون، لو انهدر دارنا، لو انهدر دار جيراننا. المهم علاء بخير الحمد لله. رصاص من كل الجهات رصاص حالتي. متنا متنا ألف موتي، بس الحمد لله فدى علاء، كله فدى علاء. ما يقارب السبعين جندي يعني عدة سيارات اقتحموا، فاتوا على حوش الزاوية ومنطقة الزكارني، ديوان الزكارني، حاصروا دار المطارد على زكارني وحاصروا المنطقة. خلال هاي لما اجوا اقتحموا البيت عليه، تمام، صار بلش علاء باطلاق النار، بلش باطلاق النار عليهم، وصار اللي صار يعني الكل بيعرفوا. اشتباكات بالبلدة، ست سبع شباب تصابوا من ضمنهم دكتور، وصارت اشتباكات يعني كل البلد هبت، اشتباكات عنيفة يعني صارت. وعلاء ظل يقاوم للطلقة الأخيرة، يعني أمه تصاوبت، أخوه تصاوب، طبعا أمه هي من الكزاز من إشي زي هيش، أخوه طلق بالكتف أو بالإيد هون، هذا الدم دم أخوه طبعا. وهذا اللي صار يعني صار اشتباكات عنيفة، يعني منظر الله يفرجك. علاء ظل يقاوم لآخر طلقة. أنا بجهز بالأولاد للمدرسة، موعد الرصاص يعني شو زي الرش مبلش، ما عرفتش كيف افوت اطول الولد من الغرفه لو ما هو يعني هجم لحاله، وبكيه الاولاد بلبس فيهم تا اخذتهم وحطيتهم بالمطبخ، ويعني الرش على الدار الطخ.